مشاهدينا مرحبا بكم ولقاء يتجدد وهمزة وصل ومساحة من التفاعل نفتحها معكم من الآن وعلى مدار نحو الساعة. نتلقى من خلالها اتصالاتكم وآراءكم وتعليقاتكم عبر مواقع البرنامج المختلفة على صفحات الفيسبوك وتويتر حول موضوع جديد نطرحه في كل يوم للنقاش. حلقة اليوم نبدأها بعد الفاصل. مرحبا مجددا، وقبل ان نبدا في طرح موضوع حلقه اليوم نود ان نذكركم اننا بامكاننا ان نتلقى تعليقاتكم المختلفه عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وهما تحديدا فيسبوك وتويتر، والعنوان بالطبع هو همزه تواصل اي جي على كل من فيسبوك وتويتر. اذا مشاهدينا، منذ ثوره 25 من يناير عام 2011 قامت مجموعات من السياسيين والنشطاء، مجموعات من الجمعيات الأهلية المختلفة، أحزاب سياسية وما إلى ذلك، قاموا بتشكيل ما عرف في ذلك الوقت بالوفود الدبلوماسية الشعبية. هذه الوفود كانت تصول وتجول في أماكن مختلفة، وفود تذهب إلى الصين، أخرى إلى إيران، وفود قادمة من إثيوبيا، وفود ذاهبة إلى السودان، في شتى المدن والبلدان الخارجية. الهدف بالطبع من هذه الوفود كانت أهداف عديدة، منها توضيح ما جرى في مصر في 25 من يناير من عام 2011، منها كانت أو من ضمن هذه الأهداف كانت توطيد العلاقات مرة أخرى مع بعض الدول التي ربما العلاقات بينها وبين مصر كانت قد تأثرت سلبا في وقت من الأوقات نتيجة بالطبع للسياسة الخارجية النمطية فيما مضى. كانت هناك أيضا أهداف من بينها توثيق هذه العلاقات، دعم الاستثمارات، طمأنت هذه الشعوب أن العلاقات مع مصر لن تتأثر بالرغم ما حدث في مصر في ذلك الوقت. ولكن يبقى السؤال، إلى أي مدى نجحت هذه الوفود، وفود الدبلوماسية الشعبية، نجحت في توصيل صورة للخارج عن مصر، في توطيد العلاقات الخارجية بين مصر والدول التي قامت هذه الوفود بزيارتها؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه عليكم اليوم في حلقة اليوم. ننتظر بالطبع تعليقاتكم المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعونا نبدأ في هذا الوقت ونذهب سريعا إلى زميلي محمد عبد الحكم الذي يتابع لنا مواقع التواصل الاجتماعي لنرى ما الذي ورد له حتى الآن من تعليقات حول هذا الموضوع. تفضل محمد. شكرا لميس، واهلا بحضراتكم في قراءة جديدة لتعليقاتكم ومشاركتكم على سؤال حلقة اليوم الذي كتب نصا على الفيسبوك: هل الدبلوماسية الشعبية ستفتح أفاقا جديدة للعلاقات الخارجية؟ البداية مع محمد نافع الذي يقول بالتأكيد. مشارك آخر يقول أكيد طبعا الدبلوماسية الشعبية من الممكن أن تفتح تلك الأفاق. عادل الجندي يقول أن يقول لا، يعني لن تفتح علاقات جديدة. كواعب الإبراهيمي تقول إذا كان المقصود بالدبلوماسية الشعبية هي الاستقرار، فأكيد استقرار الأوضاع سيفتح أفاقا جديدة لعلاقات مصر الخارجية، ويؤدي ذلك إلى دخول مستثمرين من الدول الأخرى وعمل مشاريع وانتعاش اقتصادي كبير في البلاد، وبالتالي ترتفع معه مستوى المعيشة. محمود مصطفى: إن الشعب هو الحاكم. محمود يقول بالتأكيد، أو يرى أنها ستفتح علاقات جديدة لمصر. المهندس محمد موسى: إذا لم تفتح وزارة الخارجية الرسمية في ذلك، فلا جدوى من أي دبلوماسية غير رسمية، غير أن من يسافرون باسم الدبلوماسية الشعبية هم أفراد من اختيار الحكومة وليس الشعب، وكذلك فهم يقضون أوقات ممتعة بالخارج ويتنزهون على حساب الشعب. لكن هذا هو رأي الشاعر محمد موسى. حمدي الروبي: أدعو كل الحركات السياسية والشبابية ونشطاء العمل الوطني إلى جلسة نقاشية حول دستور 2013 بهدف الوصول إلى رؤية موحدة وموقف جماعي تجاه الاستفتاء المقبل، وأرجو من الجميع التواصل سريعا. يعني ربما هذا الحديث خارج عن موضوع الحلقة. مصطفى يقول أن الشعب هو سيد قراره. أيمن حمودة: بالتأكيد. أمير البحار كما سمى نفسه على الفيسبوك يقول إن شاء الله ويأتي مع الخير لمصر، بس كفاية مظاهرات علشان حال مصر ينصلح ويرجع اقتصادنا وسياحة مصر إلى وضعها الطبيعي للأحسن إن شاء الله. أخيرا حمادة الشيخ يرى أن العلاقات الدبلوماسية الشعبية ستفتح
علاقات لمصر خارجية. يعني أغلب الآراء لميس هو كما ذكرت لك، هناك بعض الآراء ترى أن تلك الدبلوماسية الشعبية ستفتح آفاق جديدة للعلاقات الخارجية مع مصر، والبعض الآخر يرى أن تلك الدبلوماسية لن تفتح ولن تجدي، لابد من الحكومة هي التي تفتح تلك العلاقات عن طريق وزارة الخارجية. ربما يكون هناك تباين في آراء، ربما يكون هناك آراء أخرى سأقرأها في الفقرة المقبلة، ولكن أنتقل إليك الآن لكي تستقبلي أولى اتصالاتك الهاتفية. شكرا محمد. إذن مشاهدين آراء مختلفة ومتنوعة حول دور الوفود، وفود الدبلوماسية الشعبية، ويبقى السؤال إلى أي مدى نجحت هذه الوفود في ضبط علاقة مصر بالمجتمع الخارجي وضبط علاقة مصر ببعض الدول، تحديدا الدول التي ربما شابتها بعض المشاكل في وقت من الأوقات. سنتلقى مجموعة من الاتصالات حول هذا الموضوع، سيكون معنا خبراء في هذا المجال، خبراء في السياسة الخارجية، صحفيين ومتخصصين، وبالطبع نحن ننتظر أيضا مشاركتكم في هذا الموضوع. سيكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ خالد ميري نائب رئيس تحرير الأخبار، الأستاذ سليمان جودة الكاتب والمفكر، وأيضا السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية سابقا. لنبدأ بالأستاذ خالد ميري نائب رئيس تحرير الأخبار. أستاذ خالد، إلى أي مدى نجحت هذه الوفود؟ تابعنا أنباء عن وفود كثيرة، ربما يعني كان من الذكاء أن تقوم هذه الوفود بأولى زياراتها ربما إلى السودان وإلى إثيوبيا، وهما الدولتان التي كانت هناك مشاكل في فترة من الفترات بينهم وبين مصر في فترة من الفترات نتيجة بالطبع للسياسة الخارجية المصرية. إلى أي مدى تعتقد أن هذه الوفود نجحت في مهمتها؟ طيب يبدو أننا فقدنا اتصال بأستاذ خالد، سنعود إليه بالتأكيد. ننتقل إلى أستاذ سليمان جودة الكاتب والمفكر. أستاذ سليمان، أعيد عليك السؤال، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الوفود نجحت في ضبط العلاقة، علاقة مصر مع بعض الدول، خاصة الدول التي كانت هناك بعض المشاكل، لا نقول المشاكل ولكن كانت تأثرت العلاقات بينها وبين مصر، تأثرت سلبا في فترات، في فترة من الفترات. أستاذ سليمان، طيب يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصالات، سأنتقل إلى سيادة السفير، وأرجو أن يكون معنا سيادة السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية سابقا. سيادة السفير، إلى أي مدى نجحت الدبلوماسية الشعبية في ضبط علاقات مصر بالخارج؟ أولا، الدبلوماسية الشعبية ليست جديدة، فهو أسلوب قديم، بالإضافة إلى موضوع المبعوث الشخصي، وقد جربته مصر طويلا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. أما الدبلوماسية الشعبية فإنها تفيد في حالة عدم وجود علاقات على مستوى السفير، أو عدم وجود علاقات نهائيا، أو أن تشوب العلاقات بعض المشاكل وتحاول أحد الدولتين أن تجس نبض، أو تحاول أن توجه الرسالة إلى الشعب الآخر بطريقة غير رسمية، لا تكون عن طريق الدبلوماسية الرسمية. وقد جرب ذلك بعد، مثلا على سبيل المثال بالنسبة لأثيوبيا، لما ساءت العلاقات وكان الدبلوماسية الشعبية، الوفود التي ذهبت كانت مقصود بها إعلام الشعب الأثيوبي أن مصر ليست على ما يفهم من سوء بالنسبة لنيتها في موضوع السد، وأن السد وغيره من الموضوعات موضوعات للتباحث، وأن مصر حريصة على دول حوض النيل، حرصها على مصلحتها بالشكل الذي يهدئ من رد الفعل الذي تم في أيام السيد الرئيس المخلوع، والمؤتمر الذي عقد والذي تسرب من خلال عدم ضبط الإعلام ونشره على العالم دون قصد كما قيل، وقيل فيه كلام فيه إهانات ومحاولات للتعدي وضرب أثيوبيا بالطيران وقطع نحن بالتأكيد نتحدث هنا عن الاجتماع الذي عقده الرئيس السابق المعزول الدكتور محمد مرسي مع بعض القوى السياسية، والخاص بمناقشة سد النهضة والمقترحات آنذاك. يعني الحقيقة كانت حاجة فظة، ولذلك كان الدبلوماسية الشعبية
كانت وسيلة لتهدئة الرأي العام الأثيوبي ومحاولة إعادة طبيعة الأمور وتهدئة الإعلام الأثيوبي الذي أصبح يعادي مصر مجابهة. طيب يعني عفوا معالي السفير، لا يمكن أن تكون معنا ولا نسأل عن دور الدبلوماسية أيضا الرسمية وإلى أي مدى تدعم الدبلوماسية الشعبية؟ سنعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ خالد بيري نائب رئيس تحرير الأخبار. أستاذ خالد، من خلال متابعتك لزيارات هذه الوفود والجولات التي قامت بها إلى العديد من الدول، الصين، إيران، السودان، إثيوبيا وما إلى ذلك، إلى أي مدى تعتقد أنها نجحت في الهدف المنشود من هذه الزيارات؟ أولا يا أستاذة تفضل. فيما يخص الدبلوماسية الشعبية، فظهرت الدبلوماسية الشعبية بشكل واضح بعد ثورة 25 يناير في العديد من الزيارات إلى دول أفريقيا، بعد أن اكتشفنا جميعا أن النظام كان قد تجاهل أفريقيا، وظهر دور الدبلوماسية الشعبية بشكل احتاجته مصر بشدة بعد 30 يونيو، لأن كان الرأي العام توجيهه إلى ناحية أن ما يحدث في مصر ليس ثورة شعبية، وأن ما يحدث في مصر ليس تعبيرا عن ثورة الشعب المصري، ولهذا كان الدور المهم للدبلوماسية الشعبية في كل الزيارات التي قامت بها بعد ثورة 30 يونيو، لأنك عندما تريدين تحدثي عن أن ما يحدث في مصر هو بالفعل ثورة شعبية، أن ما يحدث في مصر هو بالفعل انعكاس لرأي الشارع المصري ولرأي المواطن المصري ولرأي الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، كانت الدبلوماسية الشعبية هي الأكثر تعبيرا عن هذا الاتجاه، وهي تخضع على إيصال هذه الرسائل إلى كل دول العالم، ولهذا أعتقد أن الدبلوماسية الشعبية نجحت بشكل كبير في كل الدول التي زارت. طيب سأعود إليك أستاذ خالد، ولكن أرجوك أن تبقى معنا، سأنتقل سريعا للأستاذ سليمان جودة الكاتب والمفكر. أستاذ سليمان، هناك من يقول أنا دائما العلاقات الأبقى بين الدول هي أو العلاقات هي دائما ما تكون الأبقى بين الشعوب وبعضها البعض وليس بين الدول والحكومات والأنظمة، هل تعتقد أن هذا هو ما استندت إليه الوفود الشعبية في زيارتها وفي مخاطبتها لهذه الشعوب وهذه الدول؟ لا، هو ده جزء من الهدف اللي كانت بتكون في هذه الوفود من قبل ثورة 30 يونيو، وشفنا وفد راح إلى روسيا ووفد إلى الصين، لكن هو المهم يعني في تقديري عشان هذه الزيارات يكون لها حصيلة في النهاية حقيقية، لابد أن يكون لها هدف قبل أن تذهب إلى أي عاصمة، وأن نعرف من يختار هؤلاء الذين يسافرون، لأنه يعني أخشى أن تتحول المسألة مع الوقت إلى مجرد قرارات وفسح وإلى آخره دون أن يكون لها